بكي دايرين بخير؟ دابا بغيت نحضر معكم واحد لاتيتيكات تاع العشوب، نديرو فيها العشوب. دابا بنادم معاه مريض بالرواح وداك الشيء، بغينا باش يحيد من الرواح، ايوا درنا باش نعشبوها، وحتى اللي كانوا غنديرو فيها المساخن نديرو فيها كل شيء، كاع داك التقويم اللي كيديرو فيها الناس. هانتوما ها لاتيتيكات هادي، دابا غادي نوض نغسلها ونفضها مزيان. تعالي انا غادي نحضر دابا ها الزبيب، ها هو، وهاد التمر حيت ليه العلفه، راس الحانوت يلاه جناه مدقوق على اليد ومصايب، ها هو راس الحانوت مخير، وها الخرقوم البلدي، شويه الملحه وشويه البزار، وواحد شويه تاع السمن الملح، ها هو، وهاد الثومه الحمراء ها هي، وها الحلبه، الحلبه البلديه، وهز زيت العود بحر الطحنات جناه، هاي زيت حرة، ونتوكلوا على الله. بسم الله، ها الحلبة، ها البزار، ها الملحة، ها الخرقوم، ها واحد شوية تاع السمن الملح البلدي مصايبة على يدي هاد. ها الزبيب، ها التمر، التمر تاع الصحراء البلدي، ها لكن دير يدك بكي التومة، ها التومة نص رابعة حمراء، ها بسم الله توكلنا عليك يا ربي. بها هي الزيت البلدية، ها هي كاس، ها مصايبة على يديها كامل البلديها، وشوية د الكمون فيه السويدينية، ها المساخن، هانتوما ها، حيت مكنبغيش نحل عليهم من الميكا باش متمشيش ليهم الريحة ديالهم، هانتوما هانتوما، ها المساخن، مساخن بلديين. مدقوقين على اليد ومصايبين، اللي فيه الرواح يحيد، واللي فيه شي حاجه تحيد، مخير ومزيان لاي حاجه. هانتوما هادو راهم عشوب، هادو بسم الله بسم الله توكلنا عليك يا ربي. يا الفتاح يا رزاق يا نهوض نشكر الرزاق، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بابي هذه هي العتيتيكا، ها هي هانتوما، ها هي صايبتها وعمرتها وكل شيء. هذه راه مزيانه للبنادم اللي فيه الرواح، مزيانه للبنادم الا كان مريض راه شي حاجه تسخنو، مزيانه عاوتاني حتى المراه الا بغات تولد مزيانه ليها، وحنا درنا غير ناكلوها على هذا النزله اللي ولات. بسم الله دابا حبيبي، انا زدت دابا تقريبا نقولوا جوج كيسان تاع زيت العود،
دابا هادي غتبقى هاكا مرقده حتى الغدا، عاد نطيبها، عاد ندير عليها ندير شويه تريد ونطيبها عليه ونحطها ونقدمها معاكم. الرواح يدير هادشي في هاد الوقت، هاد المنزله اللي ولات. يا السلام عليكم ورحمه الله تبارك الله. هيا عامره بالعشوب، عامره بكلشي من الداخل. هانتوما العشوب وكلشي من الداخل، والبصله والحلبه هادي زوينه. بالنسبه لك كان فيها الرواح، المره اللي كان فيها بصله تولي بزاف زوينه. هي الرفيسه اللي صايبتها هي معشبه وزوينه، درناها للعشا وفيها العشوب تاعت البرد وتاعت كلشي وتاعت المره اللي كانت بغات تولد وكلشي. ايوا كنتمنى لكم تعاونونا في هذا.